مجلس المحافظة صدر بيان عن مجلس المحافظة. هذا البيان ينطوي على محاولة استدعاء الحل الأمني، وهذا هذا البيان هو يعطي مشروعية لاستخدام السلاح، بالتالي سيؤدي إلى فتنة. ونحن كمحتجين لا ليس لدينا أي نية لأي حالة عنفية، لا رد عنفي ولا أي شيء. لذلك عليهم أن يسحبوا هذا البيان وأن يتوقفوا عن مثل هذا الأمر، لأنه سينطوي على سفك دماء، سفك دماء أبرياء. المحتجون يطالبون بمطالب محقة، يطالبون بالانتقال السياسي وفق القرار 2254 الذي يضمن وصول سوريا إلى بر الأمان بعيدا عن هذه العصابة المتحكمة منذ عقود من الزمن. لذلك نوجه رسالة مجددا، أكرر، عليهم أن يسحبوا هذا البيان، وعليهم أن يتوقفوا عن استدعاء الحل الأمني، لأننا نحن لسنا طرف في حل الأمن. حاقد